يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسنان. يا سلعة الرحمن ليس ينالك في الألف واحد الاثنان. ويقول الله جل وعلا خيرا من القصيد، يقول الله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.